السلام عليكم حبيباتي يا زلفلاون، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو كامل بخير، ويكون نهاركم مبروك ومربوح بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تشوفوا خياتي رانا في الليل، مازال ما طيبناش العشاء، راح نطيبوه دركا. راح نديرو المقرون بالمرقة، المقرون سر مرقة سوسقي، يلا نخدم المقرون السوسقي. بيان سور خدمة ديجا غي لاشاني و شغل لي بات سيوس لاصوص كني سمات لي زانكيديو كان كني زعما ما تروح ما تواجه في داون اشكيت لا روسيت ني. ايه هي امالا يا خياتي، راح نبداو دركا في الوصفة تاعنا. ثواني نبداو لي لا روسيت كنا المقرون سمنا هكا. اش راه كنخدم؟ راح نجيب مغرفة هادي هنا في الأول. راح ندير البصل، قيس بصلة واحدة كبيرة شوية، وتانيك فلفل حار، وانتوما إلا حبيتو ما ديروهوش سي با اوبليجي ديروه. وهنايا عندنا ثلاثة حبات بطاطا صغار شوية، درناهم دي غوندال كما تشوفوا هنايا. وندير الزيت، زيت نباتي، نخمم الزيت هكا. لا نبدا نحط هذا الملح، اسان نوضع الطوماطيش اذا قد يجي تقيس مرات الطوماطيش انت مش طاح. هنا يا خياتي راح ندير هاد الطوماطيش، هنا تكون قيس ربع حبات صغار شويه. انا نشطح الملح، دقيقة خياتي راح نجيب مغرف باش نحركو. راح ندير نص باكية مقارون افونتو. راح نكمل هنايا عندنا مغرفة صغيرة ملح، هاي هاي من الملح مغرفة صغيرة ملح. كما قلت لكم خياتي هنايا درت ما يغلي، وندير لها ونزيد لها للماء شوية ملح، ومن بعد ندير المقارون. هذا نخش طاح نزيد في حدايا، راح نزيد شويه زيت نباتي في هذا، وندير المقارون يغلي. وهنا وهذه لا كونتيتي خياتي تاع المقارون، تقد سوا لا كونتيتي تاع البطاطا والطوماطيش والبصل. هاد اليامات خياتي ولات شويه بنوده، ولات شويه بنوده، صافي تشهينا حاجه تاع الماركه يتكون فيها الماركه. سورتو جداتي تشهاتو بزاف بزاف. وما تنساوش خياتي بارطاجيو ماكسيموم في لي جروب ومع اصدقائكم واقاربكم. اتحيه بارطاجو في لي جروب قبل وين يقول ولد حمد الولد يقول ولد متدين كونوا يتعاوننا شاك فوا عطاكم صحة. اكيد كنت تدنا في حنايا كي نفس باكيت المقاون تقدر سوا سوا يجي خدمه كلي يجمع قايد البطاطا يجي شغل ما تخدم ضاك يجي البطاطا يجيني اكو الطوماطيش يجيني اصلا مو بنفس نفس تشروط المقاون. ودركا راح نوليو للتوابل.
راح نبدأ بالفلفل الكحل. بالزفايين هنا راح نديرو نص هكا كمية هذه تاع الفلفل الكحل. انا شدو هذا راه صافي في الجزيز وهنا راح نديرو مغرفه صغيره تاع الفلفل العكري. نخدم ثان جايتي في الفلفل الزكوي ومغرفة تانيك راس الحانوت هكا. هكا خياتي راح نخلي البطاطا تتقلى مع البصل والتوابل هذوك، نخليهم يتقلاو بيان. كما تعرفوا الماكلة تحب القليل، الا ما قليتوهاش ما تكونش الماكلة بنينة. كي في حليت وعادش تحت صمودية شكيت الحاجة بزاف في بارا ما انا شوج زعما تمشي بحال وانا كي سهلة شي مزيح يصرحوا لي انرجي سالي كي كان على تويتر على الفيسبوك انا الناس شغل بحال هادي الحرفه دو مي يسفب جايو كلو. راح نغطيها ونخليها تتقلى شويه بيانتو راح نعسها ومن بعد نمرقها بماء سخون. بيان سور خياتي الملح حسب الحاجه كيما تحبوا الملح تكون في الماكله. كاين اللي كاين اللي يحب اللي يحب وكاين اللي ما يحبش. وبيان سور الا حبيتو زيدوا لها مكعب الجامبو مكعب مرق الدجاج. لكن في حبيت انا قلع الشكيت هنا خياتي كما تشوفوا تقلى تري تري بيان. دوكا راح نمرقو بما سخون كما قلت لكم هكا نديرو قيس تطيب البطاطا هذيك. والثاني كي لازم يكون عنده مرقه الا قيس على المرقه ماشي اكيد اسم خويا كي نقيس تبو البطاطا. بيان سور خياتي هاد الوصفه تاعنا تاكين سنوكني ثم سنو مطيب بالمرض ماشي وبلي جي زعما هو نورمال خاصني ما عاد نخدم امشي كنا امشي كون تيك يعني كي نيات سيام لو روسيتي ولا تكون في كميه سيغ لو سيت نون هكا كي كيما قلت لكم خياتي هاد الوصفه تاعنا نديروها في دارنا شحال خطره. وبيان سور الا حبيتو اعطونا لي روسيت تاعكم راح نسيوها كيما نعطي لكم انا لي روسيت تاعي باش تسيوها. انا تاني كي نحب تعطوني لي روسيت تاعكم باش نسييها انا كي بغا نك تقول روسيت تاع والدك سيت لا روسيت تاعك يا احمد انت مليح مغار خير خير ما يجيك انك كوال فاش كان شوج شطح كي لاصوص وكلي ما انا بيا جو لي شتوا عاد نهضر في المهزوم. قلت لكم خياتي هذه الوصفه تاع المقارون راه المرقه شو المقارون بالمرقه يحبوها بزاف الشيوخه. الا حبيتو الا عندكم شيوخه في الدار طيب لهم والله ما يستغنيوش عليها سورتو في الشتاء. انا نهضر على الشتاء على خاطر في الصيف كما تعرفوا المرقه بزاف المرقه شو بزاف سخونه.
اخيتي عندنا معدنوس وثاني كتوم، شوفوا كيفاش قطعناها هكا، يحبوها دارنا شغل لازم يلقاوها هكاك، لازم يلقاوها شغل بيزو. راح ندير تانيك، راح نرحيها تانيك، راح نرحي شويه من الثوم هكا. حمزنا في حدا يوخا من ناس شغل حملتنا في داخل، لا حملت مقارنة هكي تيشيرت مني يد مادوس نسترح بيزو نخط اشكي بيزو سوا ما سنتي دوشي ستخمضك مش ستخمض مادوسك ما تتقصد سير زوك تشوضو كلية تزويضو كلية تيزم لهم تفورت ماذا شو ستيري؟ فطرس تارزيه نصان قوة كتاروي لك زيه نصان قوة تارضا داخل كونجلات كونجلات سهل ماضي مثلا سطولي نفذو تلاليس عادي في الشرط نهلا هذه حدا لعبة ماهرة تعالي في الشرط نهلا ذكي دي حدا يعرض الجوازة الجيني نغل مرقة يقول فخص تمسوس أسأل نويس نجنبو هنا خياتي ذو وقت لصوص هذا المرقة هذه لقيتها مسوسة شوية راح نزيد مكعب مرقة دجاج. وهنا خياتي كانت ما تقولكم باللي المعدنوس هذاك كيف تجمعوه في الكونجيلاتور، شغل كي تنحيه من البحيره تقطعوا قطع صغيره صغيره بزاف، ومن بعد تخلطوا مع الزيت النباتي وهكذاك راح تجمعوا في باسينة مغلوقه وتديروا في الكونجيلاتور. وهنا خياتي كما تشوفوا المرقه طابت بيان، وثاني المرقه تاعي راهي طابت البطاطا فيها، راح نزيد لها مقارون من الفوق. بس ولا بدي قلت حدايا نخدمو كل مقاروني في باك المقاروني اش كيتي يوزي سمسي باك لي ثلاثة راه كان جوازك. وانا خيرتي كما تشوفوا كي درت المقرون داخل المرقة، راح نخليها هكاك قيس دقيقة باش تدخل المرقة هذيك في المقرون ويخرج طب. وراح نتلاقاو اليوم ما صورت لكمش مائدة الافطار، راح نصور لكم برك هذا الطبق شحال يزيد سوسقي سوتو تعرفون كم شحال يحمل فيكي هذا هو طبقنا في الاخير خياتي، خرج شحال هايل سورتو كاينه اليوم كاينه شتا بزاف. وراح نخليكم مع الفيديو الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنسونيش باللايك وابوني واللي كومونتير تاعكم اللي يشجعوني. هي في حدا يجاكم ذي لهنا ذي لمان ذي تلويث على فيديو نيل ان شاء الله، ويتسوي مثال خذ ممثي لايك وذا ابوني ذا غانت لي كومونتير لكم تي تنكوراجي نعطيكم صحة اعطيكم صحة مليح مليح. جاكم ذي لهنا ارثي مليليث، مع السلامة. أكون جاك ذو كفوراكي إدي وثنثان دي ثاكي، راح نخليكم خياتي مع شتا لطحت هاد العشية. باي باي.